بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، حضورنا الكريم متواجد ما شاء الله. هذه الشعارات الجميلة هنا في أرضية هذا الميدان، حيث ننقل لحضراتكم ما شاء الله هذه الأحداث الجميلة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين هنا في هذا الانطلاق الجميل، في هذا الانطلاق المميز ما شاء الله. شوطنا بنقول الخامس عشر بحفظ الله ورعاية ينطلق هناك المركز الأول سلهودة مطر بن سعيد بن حلوة، بينما اللي في المركز الثاني الحذرة راشد مخلب مطر بن علوان. النقلة على المركز الثالث أرباح لراشد بن سعيد بن علي بن عبيد بلومية. المركز الرابع اللي في المركز الرابع هناك شعار بطير من الجانب الثاني في رابع المراكز. النقلة على المركز الخامس اللي في المركز الخامس بروق عبد الله بن راشد بن جاسب المسافري خامسا، بينما اللي في المركز السادس ما شاء الله افعال لسيف بن سالم بن خلفان بينونه الاجتبي. وفي المركز السابع هناك نيران محمد بن حمد بن مصلح. وفي المركز التاسع اللي في المركز تازع من تدي في هذه اللحظات وبره خلفان بن محمد بن حضين الاجتبي. وفي المركز العاشر والاخير اللي في المركز العاشر ما شاء الله بنقول هنا الطياره سعيد صغير العبد غيمين الجديري. هكذا كانت النتيجه، هكذا كانت نتيجتنا في ندائنا الاول للمراكز. دعنا عليكم بالفوز تمام، نحن نتمنى ان شاء الله التوفيق، نتمنى ان شاء الله التوفيق والناموس للاخوه المشاركين الحاضرين هنا في هذا الانطلاق المميز، هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق الرائع ما شاء الله واكثر من رائع. المركز الاول منوه احمد بن عبد الله بالطير العامري من يسيطر مع منوه على المركز الاول، بينما سلهوده في المركز الثاني مطر بن سعيد بن حلوه الاكتبي ياتي بثاني المراكز. النقله ثالث المراكز هناك ارباح راشد بن سعيد بن عبيد راشد بن سعيد بن علي بن عبيد باللوميه ثالث المراكز. المركز الرابع بنقول اللي هي الطياره سعيد بن الصير الجديري، وخامسا شعار بن عويضان مع مثايل حمد بن محمد بن عويضان العامري. هكذا كانت نتيجتنا، هكذا كانت نتيجتنا للمراكز. احناها عليكم بالوفاء والتمام. يا سلام يا بن عويضان، يا سلام يا مثايل، شوقني ركض مثايل، هذا الركض الجميل، هذا التسلل المميز من الجانب الثاني. شعار حمد بن محمد بن عويضان العامري من يقدم مثايل على المركز الاول، بينما هناك منوه في المركز الثاني احمد بن عبد الله بالطير العامري، وفي المركز الثالث الطياره سعيد بن الصغير العبد بن غيميل الجديري. يا سلام، ولكن وين الناموس؟ اين الناموس؟ اين الناموس يا مثايل؟ يا مثايل منوه اول ندى ايها الاخوه للشخصيه لداوود بن سليمان بن محمد المسكري في ثالث المراكز، واول ندى ايضا هنا لنشوه لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاجتبي. ولكن عيناوي السلام على ما ظن. الله يا بن عويضان، الله يا راعي الرحال، الاسامي ما شاء الله التي دائما تعرف اين طريق الناموس، تعرف اين طريق الناموس، دائما يوجد السبوق في عزمته الخاصه. سلامي عليك يا محمد وعلى هذا الانجاز. اولا للداعم الرئيسي محمد بن عويضان العامري، ثانيا لحمد بن محمد بن عويضان، تهانينا يا ابو محمد على هذا الاداء اللي تقدم مثايل هنا في ارضيه هذا الميدان. هاي لحظه وصولها خط النهائي المركز الثاني لداوود بن سليمان محمد المسكري. المركز الثالث هناك اللي في المركز الثالث احمد بن عبد الله بطيل العامري. المركز الرابع للسيد محمد بن سلطان بن مطر مرخان. المركز الخامس هنا تاتي فيه الطياره سعيد بن صغير الجديري. 4 دقائق التوقيت الزمني، 33 ثانيه، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن محمد بن عويضان العمري.